هذا البرنامج برعاية سيما السعودية للمعلومات الائتمانية. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في حساب شخصي، حلقتنا عن الأسواق المالية والاستثمار بها. واستضيف في هذه الحلقة الأستاذ تركي فدعق، وهو مدير الأبحاث والمشورة في شركة البلاد للاستثمار، وأيضا الأستاذ أحمد عبد الحميد وخبير أسواق المال ومحاضر معتمد بمعهد خبراء المال. قبل أن نبدأ الحلقة نشاهد هذه التجربة الشخصية. حقيقة أنه الفكرة جاءت أنه في فائض سيولة تكونت عندي خلال الفترة السابقة، وبالتالي لابد أنه كان في البحث عن مصادر أو البحث عن قنوات لتوظيف هذه الأموال. بالتالي احتجنا أنه نحن نبحث عن أسواق تكون سواء داخلية أو خارجية. يعني عندي قرار شخصي يعني أنه والله أروح مثلا الخارج، سواء أن أنا والله أشتغل في العملات أو في الأسهم العالمية، وقرار داخلي أنه أنا والله أنه أستثمر كذلك في الأسهم أو الصناديق الاستثمارية اللي هي في الأسهم. إذا شخص ما عنده أي خلفية في هذه الأسواق فهو مضطر أنه هو يلجأ للصناديق الاستثمار. طبعا قبل هذا كله أنا لابد أن أنا أكون محدد أهدافي أنا بالضبط. يعني أنا مثلا أحط والله أنه هدفي في هذه السنة أن أنا أريد أنه والله مثلا أنه ما تتجاوز مثلا المخاطر في القناة اللي أنا حدخلها عن مثلا 90%. يعني لابد أن أنا أكون محافظ على رأس مالي بدرجة 90% أو 95%. خلاصة تجربتي من هذا من الاستثمار في هذا المجال هو حسابك للمخاطر لابد أن هو يكون مدروس، ويكون مدروس بشكل علمي، لأنه ممكن أنك أنت في لحظة من اللحظات تفقد أو تخسر كل مقدراتك اللي أنت جمعتها خلال هذه السنوات كلها. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم، نستكمل حوارنا في حلقة اليوم عن الاستثمار في الأسواق الدولية. أستاذ تركي، الآن نتكلم على الميزة النسبية أو خلنا نقول في كل سوق، أو الاختلافات بين الأسواق. كيف أستطيع تميز بين هالأسواق؟ يعني مثلا خلنا نقول ناخذ النقيض، مثلا دول صناعية كبرى أمريكا، الدول الأوروبية، ثم نجي دول متوسطة خلنا نقول إن شاء الله فنزويلا ولا البرازيل ولا أي سوق ثاني، أو سوق قطر أو سوق دبي أو سوق أي سوق. تقلبات هذه الأسواق طبعا ما في نمطية طبعا في حركتها. الاختلافات هذه أنا كيف أستطيع أستفيد منها أو أقيمها؟ نعم، في جانبين. الجانب الأول اختلاف ربحية الأسواق بناء على الاقتصاديات، وكم معدل نمو مؤشرات الربحية في هذا السوق أو في هذا السوق. نعم، كمؤشرات. لكن في جانب أيضا أهم من ذلك، وهي ما هي الأدوات المالية بالنسبة للمستثمر في الأسواق المتقدمة عن الأسواق الأخرى الغير متقدمة. في الأسواق العالمية، الأسواق الأمريكية والأسواق الأوروبية أو أسواق السلع والمعادن، هنالك أدوات مالية مختلفة، من ضمنها الشورت أو السيلينج، بمعنى أن المستثمر بإمكانه أنه يبيع سلعة أو سفه سعر عالي ثم يعاود شراءها ويعني يستفيد من فروقات السعر. هذه الأداة غير موجودة لدينا في الأسواق العربية تقريبا، وبالتالي هذه تؤدي إلى ميزات كبيرة جدا للمستثمر. يعني حتى أوضحها، أعطيك مثال. في أواخر عام 2008 مع بدء الأزمة المالية العالمية، في الربع الرابع تقريبا بدأت أسواق السلع بالانخفاض بشكل كبير جدا. المستثمرين أنواع، هنالك مستثمرين أفراد وهنالك مستثمرين شركات. أنا أود أن أعطيك مثال عن شركتين في السوق المحلي من دون أن أذكر أسماءهم، كان لهم يعني علاقة بهذا الجانب وتكبدوا يعني خسائر كبيرة. عندما انخفضت أسواق السلع، إحدى الشركات يعني في المدرجة في الأسواق الخليجية تحديدا، وهي تتعامل بالسلع الأولية، إحدى هذه السلع الأساسية التي كانت لديها في المخازن 100,000 طن، وفي البحر جاية في الطريق 200,000 طن بالأسعار العالية. عندما بدأ الانخفاض لم تتحوط ضد مخاطر انخفاض هذه السلع، وكان بإمكانها أنها تعمل شورت أو سيلينج وتثبت أسعارها. هذا الأمر انعكس عليها بتحقيق خسائر في الربع الرابع من عام 2008 قدرت ب 430 مليون ريال. حديد؟ لا، هو ليست حديد، هو سلعة من السلع الزراعية والغذائية. أوكي.
هذا جانب. وبالتالي إمكانية التحوط ضد مخاطر التغير في أسعار السلع أو العملات أيضا في نفس الجانب، هذا يعطي ميزة للمستثمرين سواء كانوا أفراد أو كانوا شركات. في جانب الفوركس، في أسواق الفوركس أيضا ولكن على مستوى مؤسساتي، بعض الشركات أو إحدى الشركات أيضا المدرجة في الدول الخليجية لديها أعمال في مناطق جغرافية مختلفة في العالم بالدولار، والعملة المحلية هي العملة المحلية الخليجية، ولأنها لم تتحوط في الوقت الذي ارتفع فيه سعر صرف الدولار في بداية 2009 وفي أواخر 2008 كانت خسائرها خلال عام تجاوزت المليار، يعني ما يوازي الريال أو الدرهم تقريبا، لأنها لم تتحوط ضد مخاطر فرق عملة. نعم، لأنها لم تتحوط ولم تستخدم هذه الأداة بالشكل الجاذب، وبالتالي تتضح لدينا مقدار الميزات التي من الممكن أن يستفيد منها المستثمرون سواء كشركات أو كأفراد من الأدوات المالية المتداولة في الأسواق المالية المتقدمة. طيب أستاذ أحمد، هل يعني يفترض أن كل من يريد أن يدخل السوق أن يفهم ميكانيزم، أو يعني خلنا نقول كيف أجيب العبارة، أنه يعني يفهم أدوات المتاحة وغير المتاحة في هذا السوق مثل الشورتينج والسيلينج وكل العمليات اللي قانونية يعني والنظامية في هذه الأسواق اللي قد تكون غير متاحة في السوق السعودي مثلا، هل يجب أن يفهمها ويعرفها بدقة حتى يعرف كيف يستفيد منها ويستغلها أو يستثمرها؟ لا بالطبع ضروري جدا، والمثال بسيط قوي. أنا ممكن أكون معايا جوال ارتفاع وظائفه عالي قوي، ولكن أنا بستخدمه بس في الاتصال. لكن ضروري علشان أستخدمه بكل إمكانياته أعرف كل الإمكانيات المتاحة لي بالنسبة عشان يوازي القيمة المدفوعة. بالضبط بالضبط. فهو داخل زي ما الأخ ترك تفضل، هو سوق قوي جدا والفرص الاستثمارية عالية فيه. أي نعم في مخاطر عالية ولكن بالتالي في عوائد عالية، فمجرد أنه يعرف الآليات دي هيستخدمها يقدر يستفيد من السوق ده على الوجه الأكمل. استكمال النقطة الثالثة، غير فكرة الشورت سيلينج أو البيع قبل الشراء، فكرة الرفعة المالية في السوق المحلي، في بنوك بتدي تسهيل مقابل محفظة استثمارية، وليكن عمل الفرد إيداع بمليون ريال بياخد قدامه مليون ريال، فبالتالي بتزيد القوة الشرائية بتاعته. هو بيبقى فرحان ان القوة الشرائية كبير، ولكن ما هي القوة الشرائية دي بعدم تنظيم نسبة المخاطرة أداة سلاح ذو حدين. فبالتالي يعني يمكن يطلع على الحديدة. دي المشكلة اللي حصلت في 2006، كان في أزمات نفسية وفي ناس أطلقت الرصاص على نفسها، يمكن دي موضوع حيوي، لأنه البنك محتاج ان هو ياخد فلوسه في الآخر يسيل. طيب نشوف الميزة بقى في الأسواق العالمية، وصلت المنافسة الشرسة لإعادة تسويق الريتيل بتاع العقد للدخول في أسواق النقد العالمي، إنه وصل لمئة ضعف رأس مال الفرد. فمن سهل جدا إن واحد، بس يجب أن نفهم إنه كل سوق له أدواته وخصائصه المختلفة عن أي سوق، صح كذا؟ طبعا يعني ما في سوق يشبه الثاني. مستحيل. أوكي. مستحيل. هذا واضح. واضح كده. يعني في أدوات البيع والشراء ليست مسألة أسهم يعني. لا لا لا، الموضوع مش موضوع أسهم، موضوع آليات استخدام الفرص جوه مع استخدام الأسهم. يعني اقدر استخدم الموضوع الرفع الماليه ان انا اضعف من فرص الاستثمار بتاعتي، مع تحديد نسبه المخاطره اقدر اعمل عائد اعلى بكثير من العائد في السوق المحلي. استاذ تركي، كثير الان لاحظوا في النت الاعلانات والرسائل، يعني دوشه كبيره جدا في موضوع الفوركس، يعني زخم عالي جدا لتحفيز الناس. طبعا هي رسائل تتوجه للكل، للجميع بدون تمييز، للاقبال على سوق الفوركس. ايش رايك انت؟ جيد انك طرحت هذا السؤال. اسواق الفوركس اسواق ذات مخاطره عاليه جدا. ليش عاليه جدا؟ لانه عمليات المارجن والتسهيلات اللي فيها قد تصل الى 100 ضعف راس المال، ولكن المستثمر الفارد ينظر الى الناحيه الايجابيه في البدايه ولا ينظر الى الناحيه السلبيه. خصوصا يعني يعرف يدخل بس ما يعرف يطلع. نعم، ينظر يعني تغريه النواحي الإيجابية ولكن ما يحسب المخاطر بشكل جيد. هذا جانب، والجانب الآخر في نفس الوقت أيضا لا يكون لديه المعرفة الأساسية بالاقتصاديات والمؤشرات الاقتصادية المؤثرة على أسواق العملات. العملات تتحرك بناء على اقتصاديات الدول الخاصة بهذه العملات، وبالتالي معرفته بأثر المؤشرات الاقتصادية وانعكاسها على العملة
عملة اقتصاد بلد معين أمر مهم جدا. ملاحظ أنه 99.9 يمكن من اللي يدخلون في الأسواق العملات من الأفراد هم لا توجد لديهم هذه المعرفة للتعامل بمهنية عالية مع أسواق الفوركس. في الجانب الآخر لا توجد شركة فوركس واحدة مرخصة في السوق السعودية. جميع الشركات هي مما وراء البحار من خلف الإنترنت أو 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 عن طريق مواقع. في المشكلة هذه؟ طبعا لا يوجد. نعم، لأنه هذه الشركات تستهدف المستثمرين الأفراد البسطاء، وبالتالي تغريهم بالدخول في هذه الأسواق ويدخلون وهم بإغراءات كبيرة بتحقيقهم هذه الأرباح، ويدخلون البعض منهم بمدخراتهم، ثم يتفاجأوا بعد فترة أنهم خسروا جميع مدخراتهم بشكل يعني. شو أفضل نصيحة في موضوع الفوركس؟ في موضوع الفوركس، أولا لا ينصح بالاستثمار في الفوركس إن لم يكن لدى الشخص معرفة أساسية بالمؤشرات الاقتصادية وتأثيراتها على الاقتصاديات هذه الدول. يعني مش تحليل فني ومفهوم. لا بعضهم قاعد يعتمد على التحليل الفني. لا التحليل الفني قد يساعد على الدخول وعلى الخروج، لكن معرفة أثر الأخبار التي تصدر بشكل مباشر على بلومبرغ نيوز وارتفاع المؤشرات الاقتصادية بشكل كامل وأثرها على هذه الاقتصاد، إن لم تكن لديه هذه المعرفة فهو يعني يحرق أمواله. وإن كانت لديه هذه المعرفة أيضا لا يجب أن يخاطر بجميع يعني مدخراته في هذه الأسواق. هي قد تكون فيها مجازفة، ولكن يجب أن تكون محسوبة. لا يجب أن يدخل بأموال ليست فائضة عن حاجته، وأنا أشدد على هذا الجانب. لا يجب أن يدخل بأموال مقترضة أو أموال هو بحاجة إليها لأموره الأساسية. طيب، وال يعني الوساطة اللي تصير من خلال الشركات أو من خلال الفرد مباشرة، وش الأفضل؟ إذا كان يعني في بعض يقول لك أنا وسيط ما أبغى، يأخذ عمولة وممكن يعطيني نصيحة غلط، يمكن إدارة إلى أو مشتت ما يعرف يختار. إذا كان لديه قدرة على التعامل مع الشركات العالمية، من المهم أنه يبحث عن ترخيص هذه الشركات في الجهات الرسمية ويتأكد أنها شركة موثوقة ومسجلة ورسمية. وإذا كان لا توجد لديه حواجز لغوية ولديه فهم بهذا القوانين، باستطاعته أن يتعامل معها مباشرة. إن لم تكن لديه هذا الأمر، ينصح أنه يتعامل عن طريق وسيط محلي، حتى لو كان الوسيط المحلي سوف يتقاضى عمولة طفيفة، ولكنها تجانب انه يعني يغطيه في الجوانب القانونية ومعرفة القوانين والنظم. الأمر الآخر، من المهم اننا نفرق ما بين الاستثمار في الأسهم والاستثمار في أسواق أخرى كأسواق مثلا الفوركس أو المعادن، لأنه الاستثمار في المستثمر في أسواق الأسهم هو مستثمر في أسواق الأسهم بغض النظر أي سوق. تبقى تغييره لتركيبة المحفظة الخاصة به ما بين أسهم محلية وأسهم خليجية وأسهم أوروبية وأسهم أمريكية، هذه راجعة لعملية التوزيع الجغرافي في المحفظة. وبالتالي المستثمر في الأسهم هو مستثمر في الأسهم في أي سوق، ويبحث عن الفرصة وعن الاستثمار في الأسواق المالية، قد يكون قصير أجل قد يكون طويل أجل. لكن الأسواق الأخرى واللي تتعامل بالمارجن، هذه استثمارات قد تكون للتحوط أو قصيرة الأجل. ما ينفع أنه مثلا يعني يأخذ عقد لسلعة في الأسواق العالمية أو عقد لأحد العملات ويقول أنا بخليه معاي لمدة 6 أو لمدة سنة. أستاذ أحمد، هل الاستثمار في الصناديق المحلية الدولية، يعني في بعض شركات الأموال هنا وشركات الاستثمار أو غيرها عندها صناديق استثمارية، هل هذا يعتبر يعني اتجاه آخر للاستثمار الخارجي؟ هو ده الوجهة الأساسية للحفاظ على رأس المال الأصلي، أفضل طريقة بديل للإدخار. بس هذا الصناديق ما كان طيب 2006. في الصناديق متقسمة لثلاث أوجه، في اللي هي الصناديق الأداء التحفظي اللي هو مفيش فيه مخاطر، والصناديق الإسلامية، والصناديق عالية المخاطر. كل ما قلت المخاطر قلت العوائد. مظبوط، بس هو الواحد بيلجأ للخبير، فالصندوق بمثابة الخبير بالنسبة له. طيب، هل الصناديق هذه صندوق مثل الأسهم الأوروبية، صندوق الأسهم الأمريكية، صندوق محدد بسكتور معين، يعتبر هذه أدوات استثمار خارجية زي ما هو يروح مباشرة للفرد، ولا هي أفضل للفرد؟ احنا نتكلم للفرد، يقدر بسهولة. وكان من حوالي سنة يعني 3 أو 4 عملية دخول الفرد للوجه للصندوق الاستثمار
أمور صعبة بيحتاج منها توعية من البنك أو يروح يسأل في البنوك. إنما دلوقتي على الإنترنت في آلاف صناديق الاستثمار اللي الواحد يقدر يخش فيها. ومع توجه العالمي للاستثمار الإسلامي أصبح الصكوك الإسلامية ذات عائد مناسب جدا ما بيقلش عن 7% على مستوى الدول العربية. في دول عربية شقيقة كتير صناديق الاستثمار بتدي عائد مناسب جدا. مقارنة بأن الواحد هياخد المخاطرة بنفسه لا يبقى صندوق الاستثمار أفضل بكتير. أستاذ تركي، هل المفروض يضع المستثمر أو من يتجه الأسواق الدولية أو الناشئ يضع وقت أنه عنده سنة سنتين ثلاثة ويطلع، ولا أنه ينظر للمدى البعيد بدون تحديد؟ لا، هنا الهدف من الاستثمار، فإذا كان يعني هدفه من الاستثمار محدد خلال فترة زمنية معينة خلال سنتين أو ثلاث سنوات وبعد ذلك لديه خطة طويلة الأجل لاستخدام هذه الأموال، إذن محدده هو بفترة. لكن إذا كان المبلغ لا هو استثمار طويل الأجل وبالتالي يستطيع أنه يحددها حسب التغيرات اللي تجري على الأسواق العالمية أو الأسواق التي يستثمر هو فيها، إن كان بشكل مباشر أو إن كان عن طريق صناديق استثمار تستثمر في هذه الأسواق. طيب، في صناديق دولي زي صندوق مادوف سمعت فيه؟ نعم. واللي أفلس في البشر اللي كانوا عنده بالفند يمكن 50 مليار، وهذه دول متقدمة في أمريكا وصناعية وآخر، لكن مع ذلك حصل اللي حصل، إفلاس تقريبا في هذا الصندوق. هل هذا يعتبر مؤشر أنه لا تثق في شيء؟ هذه حالة فريدة. أعتقد أنه لا يجب أن تعمم تمام أنه كل الصناديق لا ممكن تكون زي كذا، ولكن هذه تعطينا إشارة مهمة ورسالة إيجابية يجب أن يعني يستفيد منها المستثمر العربي بشكل عام. أنه إذا ذهب واستثمر في هذا الصندوق بشكل مباشر قد تكون أمواله تبخرت، ولكن إذا استثمر في الأسواق الأمريكية عن طريق صندوق يستثمر في هذه الأسهم، صندوق محلي في يعني صندوق يستثمر في الأسهم الأمريكية، هو بالتالي لن يدخل في هذه الجوانب القانونية، لأنه مدراء الأصول في المنطقة العربية إجمالا هم حريصين أنهم يتعاملون في يعني بشكل يعني قانوني مهم جدا، إن كان على مستوى الشركات إدارة الأصول في منطقة الخليج إجمالا أنا أتحدث، عندما يتعاملون في الأسواق الدولية هم يعني مغطين الجوانب القانونية للاستثمار في أسهم الشركات، وقلة منهم الذين يستثمرون في صناديق أمريكية تستثمر في السوق الأمريكي، وإذا حدث ذلك فهم يعني مغطين الجوانب القانونية لهذه الصناديق. يمكن عندي رأي مخالف. هو يمكن رأي حضرتك أن ما فيش حاجة مضمونة يرجع لسبب مسكينه احنا او شايفينه بعيننا كويس جدا، ان قبل الازمه الماليه العالميه كان واحنا بنحسب اداء الصندوق او الانحراف المعياري مخاطره الصندوق الاستثماري كاداره الصناديق الاستثمار بناخد حاجه اسمها العائد الخالي من المخاطر، هو استثمارنا في اذون الخزانه الحكوميه او البوندز العالميه مثبته، يعني مثبته وبتملكها الحكومه او احنا بنسلف الحكومه. لكن بعد الازمه الماليه العالميه حصل إن حكومات فلست، مش صناديق استثمار، في حكومات فلست، فبالتالي لا يمكن الوثوق في أي شيء في الفترة الحالية أو نقول إن في حاجة اسمها معدل خالي من المخاطر. طيب، قبل ما أختم تمام، نصيحة الأخيرة شو تقول للي يبغى يستثمر خارجي الأسواق الدولية، شو نصيحتك الأخيرة؟ أول حاجة التحقق من شركة الوساطة إذا كانت مرخصة أو غير مرخصة، دي نمرة واحد عشان يضمن أصل رأس المال. تاني حاجة المعرفة البسيطة بآليات السوق اللي هو داخل عليه. ثالث نقطة فترة تجربة، لو لا ان العائد ثلاث خطوات. استاذ تركي نصيحتك؟ نصيحتي الذي يود ان يستثمر في الاسواق الدولية يمكن من جانبين، الجانب الاول يجب اذا كان يود ان يستثمر بشكل مباشر يجب ان تكون لديها المعرفة الاساسية بهذه الاسواق، والجانب الثاني ان لم تكن لديها المعرفة بهذه الاسواق يلجأ الى وسيط محلي. لكن في كل الاحوال يجب ان يحدد الاهداف من هذا الاستثمار من ناحية الفترة، من ناحية العائد المتوقع، من ناحية جميع المؤشرات الاخرى. شكرا لكم ايضا مشاهدي الكرام، شكرا لمتابعتكم والى اللقاء.